ستوب لا 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 اطلع فوق اطلع جود بوي اقعد اقعد ما شاء الله الاثنين قعدوا ما شاء الله خد خد ها كبر بص مش هروح وراه المره دي عشان ما يتعودش ان هو يروح لغايه عندهم كل مره السلام عليكم اخوتي الكرام احبائي اخوكم محمود عاطف خلف الكاميرا امام الكاميرا مستر كوبر كوبر هو كلب كين كورسو عنده حوالي 5 شهور ما شاء الله عليه كلب شخصيته جميله تربيته كمان جميله من صاحبه ربنا يبارك له فيه يا رب فكده احنا عرفنا خلاص ان الكلب ده مش بتاعي انا ان شاء الله قررت اربي كلب هفاجئكم بيه باذن الله اعلنت عنه في الستوري بتاعت الانستجرام عن النوع يعني بس لسه قدامي شهر او اتنين ان شاء الله على ما اقتنيه حاليا معانا الكلب ده هيقعد شهر او اتنين برضو هياخد رحله تعليميه متطوره شويه بوي فاحنا لسه نازلين من البيت دلوقتي هروح اقعد بيه شويه في الستور ياخد جوله تمشيته من هنا لغايه الستور ونرجع تاني زي ما انتم شايفين المناخ مطر وده حاجه مش هتخليني اخبيه في البيت او اقول بلاش انزله لا يجيله برد بالعكس هننزل هيمر بالظروف الطبيعيه اللي ربنا خلقه ليها هيختبر قدراته هيكتشف نفسه فيكون كلب ان شاء الله مناعته قويه وصحته قويه اوي ما شاء الله بصوا الكلاب في الشارع قاعده ازاي يلا يلا مفيش نط في الارض واحنا متطينين ها عايزك تبقى فاهم المعلومه دي فدي اول جوله بيني وبين الكلب ده كجوله تمشيه لو تاخدوا بالكم مش هم يديله تعليمات مش هم يخليه يمشي جنبي مش هم حاجات كتير كاول مره نتمشى جود بوي لا كوبر كوبر لا تعال يلا 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 كوبر يلا جود بوي يا كوبر يلا كوبر لا خد تعال يلا خلاص يلا خلاص لا يا ابني هتوسخني لا ملناش دعوه خليك واقف كوبر اقعد جود بوي ستي ما تتحركش مكانك مكانك لا اقعد مكانك ما تتحركش استنى استنى معلش معلش انا معاك لا انت اقعد انا بهشهم هم على ما تفهم بس الفكره بس خلاص هم مشي يلا بينا سامع ايوه حبيبي صباحك فل على مهلك يلا كوبر فهنا كوبر هيتعلم من دلوقتي ازاي لا 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 بص عمال يطلع على رجلي ازاي لان هو قلقان منهم فانا او حاسس بحاجه غريبه فهو عايزني اشيله عايزني احميه ايا كان هو عايز ايه انا هسيبه يتعرض للموقف ويكتشف ان احنا اقوياء احنا نقدر نحمي بعض هو يقدر يحميني وانا اقدر احميه عليه يلا كوبر فبخليه يكسب ثقة يفهم أبعاد المشي معايا طريقة تعاملنا سوا فإن شاء الله الحلقات بتاعت التعليمية هتفيدكم جدا والترفيهية برضه لأن الكلب ده دمه خفيف فإن شاء الله هنعمل شوية حلقات سوا حلوة بإذن الله يلا كوبر ما شاء الله بص لوحده من غير أي تعليمات هو ماشي جنبي إزاي ليه لأن هو في السن اللي ما يسمحلوش ان هو يمشي يكتشف مع نفسه ويلعب مع نفسه ده غير ان هو كلب اصلا ما شاء الله صاحبه اكتئب معاه من قناتنا يعني كان اوريدي علمه حاجات كتير من خلال القناه ففاضل له بس الحاجات الاحترافيه بقى خد خد ها كوبر بص مش هروح وراه المره دي عشان ما يتعودش ان هو يروح لغايه عندهم كل مره اهلا يلا يلا كوب ما تنسوش تقولوا ما شاء الله على الكلب الجميل ده خافش ها احنا مع بعض يلا بصوا الكلاب
عن الكلاب. كوبر خد تعال تعال حاسب معاهم براوي. ما تخافش ما تخافش انا معاك. اثبت وانشف. يلا يلا كوبر يلا كوبر ما تطينيش. طينتني يا كوبر الله يسامحك. يلا ما شاء الله طبعا. خد تعال 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 نطلع فوق هنا نمشي بعيد عن العربيات. يلا لا 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 ما تروحش لحد. خليكوا قاعدين زي ما انتوا ما بيعملش حاجه ما تخافش. يلا كوبر لو كان وصل لهم كنت هطلب منهم ان هم يحسسوه بالقلق. يعني واحد فيهم يدب برجله في الارض يزعق عشان الكلب يوصل له رساله ان اي حد هيروح له هو ككلب فالحد ده ممكن يكون مؤذي ليه. اي حد هيجي لنا احنا فده هيكون بيحب الكلاب وجاي يطبطب عليك انما انت ما تروحش لحد. جوليا جوليا خد تعالي. جوليا صاحبتك اهي صاحبتك اهي اللي هتطيني اهي. طيب بهدلت وشك اهو. جوليا بقى اصحاب. يلا مش لازم اخش عندهم. لا 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 ما تطلعش كده. يلا يلا واجمد شوي وانت كمان اجمدي شوي. طيب انا عموما المايك بتاعي القديم السلك بتاعه اتقطع وفي حاجات باظت فيه فانا اشتريت مايك جديد ان شاء الله من الحلقه الجايه كده هنحتاجه خلاص. ما كنت لسه معتمد على المايك ال كنت لسه معتمد على كاميرا الموبايل ومايك الموبايل بس حاليا خلاص بقى هنقدر نستعمل ان شاء الله المايك بتاعنا. يلا تعالى. لا 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 خد خد كوبر. يلا يلا انت حرام عليك والله. بس بس خلاص انا ايدي بس بس. لا كوبر سيب عيالها. يلا تعال هنتعرف عليهم بعدين. يلا على فوق. يلا 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 بس ولادهم ما شاء الله. خش جوه. يلا وكده وصلنا للستور. استنى لا خليك فوق. لا 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 خد كوبر كوبر خد تعال اطلع. عجبك كده كسفت نفسك تنزلش تحت تاني. عايز اعلمه ما ينزلش تحت فاعملها قدامه. لا لا خليك فوق اقعد بس مكانك مكانك ستاي. جود بوي ما تتحركش ما شاء الله. مكانك. لا 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 اطلع فوق فوق اطلع اطلع اطلع. جود بوي بس بس. كوبر كوبر تعال تعال بس ستوب
ستوب. لا 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 اطلع فوق اطلع. جود بوي. اقعد اقعد. ما شاء الله الاثنين قعدوا ما شاء الله. يلا خش جوه خش. ده انت عايز حمايه ايه؟ يلا يلا جوليا تعالى عشان يلعب معاك. معلم ما شاء الله كوبر نايم في المكتب بتاع الستور. خليك خليك انت نايم وانا شغال في الحصص بتاعتي بره وباب المكان مفتوح، وهو ما شاء الله قاعد جوه ملوش علاقه خالص ولا بيخرج ولا هيفكر يخرج. اخو يجي يقف هنا عند الباب يبص يشوفني فين وهيرجع تاني يقعد جوه. وانا اصلا مش شغال قدامه هنا، ده انا شغال في الجبل تحت، والحصه اللي بعد اللي انا شغال فيها موجوده برده مستنياني. فانا لسه قدامي ساعه كمان. اهي في حصه اهي في الجبل، في حصه اهي. الهانم ازيك؟ ها انت ازيك انت؟ ما شاء الله. حاضر 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 استني شويه كمان معلش. خلاص هنبدا دلوقتي هنبدا. جايه طريق طويل. ماشي ماشي ما شاء الله. دي كوفا هانم كلب ما شاء الله عليها عسل يعني، بس هي شقية شوية عشان صغيرة. فاصحابها بيعلموها دلوقتي معانا تاني حصة في المشي الحر، ان الكلبة تمشي جنبهم خطوة بخطوة. زي ما انتم شايفين في تطور ملحوظ الحمد لله من تاني حصة، لان الكلبة دي كانت بتجري كان صعب يمسكوها. فما شاء الله في تطور ملحوظ اهو. فين الندى؟ كوفا هنا. يلا ايوه كده متابعة، ما ينفعش يديها فرصة ان هي تقرر. فاللي بيحصل ان هو بيفضل بصلها يشوف ردة فعلها فبتكون هي قررت. هي الفكرة ان الوقت اللي الكلب بياخد فيه قرار انا المفروض الحقه قبله. يعني هو دلوقتي بص شمال فهياخد قرار ان هو يجري شمال، قبل ما ياخد القرار ده اكون انا مكلمه وموجهه للي انا عايزه، سواء بقى يروح او يجي لي. فلما تلاحظوا اول ما هتلاقوه هو ثابت على ان هو يبقى سريع في قراراته هتلاقوها بتلتزم معاه، يتاخر في قراراته هتدي هي لنفسها قرارات. كلمها ما تخليهاش تبعد. ايوه كده. لا استنى استنى. صح ما شاء الله. مين بقى اللي قاعده جنبي بتتفرج على الحصه دي؟ جوليا هانم. وايه اللي بيحصل في جوليا هانم ده؟ ده مستر فتحي صاحب البنوت الاكيتا بيحاول ينظف جوليا. كتر الف خيره. تسلم يا باشا الله يكرمك. بس انا هديها سبراي حشرات كده كده، كل ما بلاقي فيها حاجه لازم اديها سبراي حشرات. مين دي اللي جت عندنا؟ دي كوفا. دي بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ افتكرت ان هي في حصه رجعت تجري لاصحابها. نادرها ترجع لك. ايوه كده بس تتظبط شويه وبعدين تتخنق، لان هي برضو بقى لها حوالي اكتر من 40 دقيقه شغاله في السيشن دي. يعني انا كده كده خلاص قلت لهم خلوها بس تمشي معاكم مره كويس وبعد كده ادوها المكافاه وهي هتكمل على ده وتبقى الحصه انتهت. فهي لغايه دلوقتي كل ما تمشي معاهم كويس تروح مبوظاها في اخر لحظه. يعني بصوا دلوقتي لو مشيت معاهم كويس هيدوها المكافاه، فخلينا نشوف. استني قول لها تقف قبل ما انت تقف. نادرها ترجع. اديها بقى تريتس وخلاص لان احنا ضغطنا عليها وزودنا المده. ما شاء الله
عايز ايه؟ اهلا جيري. يلا لوزة لوزة جاهزة؟ ما شاء الله. ونبدأ بحصة لوزة. شكرا مشاهدتكم الحلقة للآخر.